للحديث في هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. مرحبا بك دكتور سيف. يعني تم فحص 8585 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم فقط، وتم تسجيل 672 إصابة جديدة، يعني حتى الأمس أيضا كان العدد 781. كيف تتعاملون مع هذه النسب التي تعد كبيرة بالنسبة للعراق للإصابات بفيروس كورونا؟ شكرا جزيلا، تحية لك للمشاهدين الكرام، أشكر مساحة الفرصة للحديث من خلال فضائياتكم الكريمة عن آخر مستجدات مواجهة جائحة كورونا. صحيح أن الإصابات ازدادت، أو اكتشاف الإصابات حتى نكون دقيقين علميا في الفترة الأخيرة، لكن نسبيا إذا لاحظنا معدل الإصابات في العراق والمنطقة والعالم بشكل عام، الوضع في العراق لحد الان جيد لانه تحت السيطره، وهذا لا يعني ابدا اننا تجاوزنا مرحله الخطر. زياده الاكتشافات للاصابات كانت بسبب زياده كبيره للقدره التشخيصيه لمنظمه وزاره الصحه من خلال زياده المختبرات وزياده اعداد الفحوص والمجرات كل يوم، والاتجاه نحو المسح الميداني الفعال لاكتشاف الحالات الصامته، و ايضا بسبب عدم الالتزام الواضح والمؤشر من قبل الجميع. وزاره الصحه لحد الان مستمره بتقديم كل ما تستطيع. لجنه الخبراء والمستشارين تجتمع بشكل يومي وبرعايه السيد وزير الصحه والبيئه، وترفع مقرراتها وقراءتها للواقع الوبائي في العراق الى اللجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه من خلال وزير الصحه والبيئه. نعم دكتور، ما مدى استجابة المرضى للعلاج المقدم من قبلكم للمصابين، وإن كان هناك أي علاج جديد سيتم اعتماده من قبلكم؟ يعني لحد الآن لا يوجد علاج أو لقاح نهائي فعال من العلاج، لكن هناك عدة بروتوكولات علاجية. العراق من الدول السباقة في اعتماد أفضل بروتوكول الموجود حاليا في العالم، وحدث عدة مرات وأخرى كان تحديث قبل أيام قليلة، وايضا تجربه بلازما النقاهه اظهرت نتائج طيبه بدأناها في البصره والسليمانيه والنجف وكربلاء وفي بغداد. ومن خلال شاشتكم الكريمه اوجه دعوتي لكل شخص اصيب بفيروس كورونا وتماثل للشفاء ومر على شفاء اسبوعين على الاقل وما عنده اي حاله صحيه تمنع من ذلك، ان يتوجه الى مقارف الدم الرئيسيه والفرعيه ليتمنع بدمه لكي نتخلص منها بلازما النقاهة ونستخدمها في علاج المواطنين أو المواطنين الآخرين. نعم. لحد الآن. يعني دكتور هناك أيضا نعم. تم الحديث عن علاج تم اكتشافه في روسيا، وهناك تعاون بين الجانب العراقي والروسي يعني جلب عينات من هذا العلاج وبعد اختباره طبعا للعراق. سيدتي، العراق متعاون مع كل بلدان العالم، هناك تواصل مع الجهات الاكاديميه والمختبرات العالميه، وتعطي حضرتك موضوع العلاج واللقاح يحتاج الى فتره من الاختبارات للتاكد من صلاحيته للاستخدام البشري. في حال توفر اي علاج من اي بلد يعني مؤكد علميا انه فعال، فهو اولويه لوزاره الصحه ان تستورده وأن تضعه في خدمة المصابين. نعم. نعم الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.